سيدتي وسادتي، اهلا وسهلا بكم من جديد. دائما نحن نتواجد في عماره زاكوره ونحط الرحال في دوار تفرقلت. دوار تفرقلت اللي شهد في الايام الاخيره عمليه اختطاف او اختفاء ديال الطفله الروحي ناعمه. الروحي ناعمه اختفت في ظروف غامضه، تم البحث عليها من طرف الدرك الملكي، من طرف الشرطه العلميه، بحثوا على في البيار وفي كل شيء ما لقاوهاش لظروف غامضه. الاختفاء ديالها والملابسات ديالها غادي نحاول نعرفوها من الاب ديالها مباشره، السي الروحي عبد الصادق. السي الروحي عبد الصادق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذه الدريه السيد الروحي متى اختفت؟ نهار 17 غشت. 17 غشت يعني شحال من يوم دابا باش اختفت الدريه؟ 40 يوم. 40 يوم. اتصلتي بالدرك الملكي؟ ايه اتصلت. جاو عندك؟ جاو. هي واش داروا؟ بحثوا قلبوا على البيار ما هي والو. هي كلشي بحثوا زعما صافي. من بعد مشاو، من بعد مشاو ما استفدنا والو صافي، بقى الامر هو هذاك. يعني واش قالوا لك صافي يا سيدي الدريه راه ما لقيناهاش، ولا داروا القضيه ضد مجهول، واش قالوا لك؟ دابا شنو تبعوا البحث ديالهم هما؟ تبعوا البحث، تبعوا البحث. يعني وانت اشنو الرسالة اللي بغيتي تقول للمسؤولين على البنت ديالك؟ يعني انت واش صابر في بنتك هذه المدة كاملة؟ لا ما صابرش. يعني واش كتقول لهم؟ تكلم سي عبد الصادق، قول تكلم. اش بغيتي تقول على بنتك اللي مشات؟ واش المسؤولين بغيتي تقول لهم خصكم يفكروا فيك ويشوفوا من حالك؟ يعني خصهم يبحثوا يرجعوا لي بنتي. يعني انت ما ساخيش بنتك؟ لا ما ساخيش. ويعني ما عندكش شي تهمه في شي حد هنايا حداك ولا شي حاجه؟ ما كتتهم حتى شي حد؟ لا ما كنتهمش. ولا سولتك على التوقيت اللي اختفت به البنت، يعني مع كانت شحال كانت في الساعه؟ 10 صباحا. انا غير واحد القضيه من خلال واحد البحث درته على الدوار ديال تفرقلت، عرفت بان المداخل ديالو ولا المخارج ديال الدوار صعيب ان شي حد يخرج منها شي حاجه، بحكم انها يعني شبه مراقبه من طرف الساكنه. يعني كيفاش هاد الدريه تمكن هذا اللي كما كتقولوا خطفها انه يخرجها من الدوار؟ واش انت ما كتظنش ان الدريه تقدر تكون باقا في الدوار؟ غادي تبقى في الدوار. يعني انت كتقول على ان اللي باش تمشي لبعيد، على بعيد ولا يعني ان فرضيه ديال اللي اختطف الدريه كاين في الدوار انها باقا في الدوار؟ ايه باقي في الدوار. الدوار فين وهي ما عندهاش شي مرض ولا شي حاجه؟ يعني الدريه بعقلها كتعرف تمشي لراسها وتجي لراسها؟ لا ما كتمشيش بزاف. لا اي ولكن يعني بعقلها عارفه الدار؟ لا لا يعني إذا خرجت ما تعقلش على الدار. لا ما لا ما تعقلش على الدار. واخا سي روحي عبد الصادق، إلا بغيناك دابا تقول شي رسالة يعني للناس المسؤولين باش أنهم أش بغيتي تطلب منهم على حساب البنت ديالك؟ بغي نقول لهم يقلبوا عليها زعما الله يرحمه ويزيد يعاونونا. يعني أنت بغيتي البنت ديالك ترجع لك؟ إن شاء الله بحول الله. سي عبد الصادق، حنا ما جينا لهاد الدوار وتحملنا عناء الطريق الا باش نشوفوا هذا الموضوع ديالك، لان فعلا انا ملي طلعت عليه عبر صفحات الفيسبوك يعني بغينا هاد البنت تلقى، وانا من خلالكم كنتوجه الى الجهات المسؤوله يعني بكل احترام نقول لهم انه كاين وسائل كثيره اللي يمكن من خلالها نتمكنوا من ضبط هاد البنت هذه في هاد الدوار، لان الدوار صغير وان حتى يعني الاجراءات يمكننا نخدموا مثلا طائره او نخدموا الكلاب المدربه او نخدموا، لان عندنا الحوايج ديال الدريه اللي من خلالها نقدروا اننا نعثروا على هذه الدريه في اسرع وقت. انا غير بغيت نقول لك واش انت في خلال ان هذه الاجراءات واش زاروك شي ناس من المجتمع المدني او الفاعلين الجمعويين او حتى الناس ديال السلطه انهم يتجاوبوا معك في اطار هذه الواقعه اللي وقعت للبنت ديالك؟ لا ما سول فيك حتى شي حد؟ لا ما سولش. السي روحي بالنسبه للام ديالها يعني اش كتقول على البنت ديالها؟ واش يعني كي داير الحاله النفسيه ديال الام ديالها؟ نبغيو الناس يعرفوا الحاله ديال النفسيه ديال امها كيفاش دايره. حتى هي بغات ترجع، بغات زعما ترجع لها بنتها، القلب ديالها غيتحرك. إذا من خلالكم أخي الروحي عبد الصادق سنتوجه إلى جميع الفاعلين الجمعويين والمدونين يعني الناس ديال الفيسبوك، وأنهم نعطوهم الصورة ديال البنت ديالك وأنهم يتعاونوا معنا في النشر ديالها، من خلال أنه باش إذا شافها شي حد في شي بلاصة أو تعرف عليها أو اللي عنده شي معلومات عليها يفيدنا بها. كنشكروك السي الروحي عبد الصادق ونتمنى الله عز وجل أنه يرد البنت ديالك في القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله.